رجعنا مرة تانية مشاهدينا وصلنا للفقرة الرياضية جدا معانا النهاردة وبطولة العالم لكرة السرعة النهاردة هيكون ضيوفنا هو المدير الفني للمنتخب كابتن علي جمعة المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السرعة صباح الخير يا فندم صباح الخير كمان معانا منار إبراهيم هي بطلة العالم لكرة السرعة صباح الخير يا منار صباح كله كويس؟ طبعا الف مبروك في الاول على البطوله ونورتونا وشرفتونا بره بصراحه يعني ربنا آه يبارك طبعا في البدايه كابتن عايزين نتكلم عن مستوى البطوله السنه دي كان كان شكله عامل ازاي وعدد الدول اللي كانت بتتنافس جوه البطوله كانت قد ايه بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه أيوه. عيد الاضحى المبارك علينا وعلى المصريين ان شاء الله كلنا بخير يعني آه والله هو المستوى فاجئني انا شخصيا كمدير فن للمنتخب السنه دي آه خاصه كان في ثلاث ايفنتات آه فرنسا نفستنا عليهم آه جامد جدا ايفنت السولو آه <applause> السولو ولاد والتتابع وزوج المختلط <applause> الثلاث ايفنتات السولو السولو ولاد فرق ضربتين السولو التتابع فرق ضربه المختلط وصلنا ل 10 8 10 7 في الأشهر السولو دورها الفردي اه السولو،, السولو اللي هو الفرد اللي عيب بيلعب لوحده اه الـ الـ المختلط بقى اللي هو ولد وبنت ضد ولد وبنت يعني ففاجئتنا جامد جدا فرنسا السنه دي بالمستوى بتاعها يعني بس كان مستوى عالي وكان آه, آه، الحمد لله احنا قدرنا برضو ناخد الثمان ميداليات طب الحمد لله منار ممكن تكلميني عن بداياتك في اللعبه يعني ابتديتي امتى و... و... ومين شجعك ب... عايزه تلعبي ليه كره سرعه انا في الاول انا كنت بقى انا بلعب من وانا عندي ست سنين ست سنين اه ما شاء الله فماي اللي شجعتني على كره السرعه انا كنت يعني ما كنتش كويسه أوي فيها في الاول وبعد كده ماي هي اللي قعدت بقى تحفزني وتقولي انت لازم تلعبي لازم تبقي كويسه وكده بس لغايه ما وصلت بقى, يعني وانا عندي 14 سنه كده بقيت احقق بقى بطولات اول وتاني وكده لغايه دلوقتي وهي برضو اللي وصلتني المنتخب وبقيت احقق بطولات عالم حلو جدا ومبروك للمره الثانية برضو كابتن علي مصر ليها رياده في اللعبه تمام مين البلد التانية اللي بتيجي بعد مصر في في قوتها في لعبه كره السرعه هو البلد اللي ورانا او اللي بتالينا على طول دايما فرنسا اليابان دلوقتي بتحاول جامد جدا ان هي تخطي فرنسا في ال... هي خطتها السنه اللي فاتت في اليابان بس السنه دي فرنسا حافظت يعني رجعت تاني للحلبه احنا بالنسبه لنا كمصريين طبعا لعبتنا ابتكار مصري كل خبايا اللعبه او مهاراتها اه اللعبه مصريه صميمه يعني خبايا اللعبه مهارات اللعبه كل حاجه عن اللعبه احنا محتفظين بيها زي الدول الثانيه زي الألعاب المنازلات اليابان محتفظه بالرياده فيها الألعاب مثلا لعبه الريشه الطايره ماليزيا متفوقه فيها لان لعبتها الصين تنس الطاوله الكره الطايره اللي... فاحنا برضو عندنا خبايا كره السرعه الى الان لان عندنا اقوى نشاط محلي على مستوى العالم يعني عندنا نشاط محلي قوي جدا الخامه بتاعتنا كبيره جدا القماشه بتاعتنا كبيره جدا المستوى عندنا محليا عالي جدا فده يعني بيدينا الدفعه ان احنا نحافظ كل سنه الحمد لله على, على البطوله رغم. اه البطولة. يعني تقريبا كل سنه بنفوز بالبطوله الحمد لله على مدار 25 بطوله اللي اتعملوا مصر هي رقم واحد في الكبار وفي في الناشئين واحنا اصحاب الارقام القياسيه الى الان بنين وبنات في في البطوله في الصول وفي التتاوي هايل آه منار كلميني بقى عن البطوله واصعب الدول اللي يعني انتم نافستوها في البطوله كانت مين كانت فرنسا السنه دي برضو, برضو. بس ما خالص اه لا بس انا كنت بلعب سولو فهو عندي ماتش واحد لكن هو الفردي والزوجي بيبقوا بيلعبوا في الاول واخر ماتش بيقابلوا فيه فرنسا انهي الاصعب السولو ولا الـ السولو طبعا السولو اصعب طبعا ليه بقى هو. عشان انا بلعب لوحدي على الجهاز وهم اربع دقايق لازم تجيبي فيهم رقم كويس كل وضع بتلعبيه دقيقه وراحه نص دقيقه بينهم فلازم تبقي انت لوحدك لكن الفردي بقى والزوجي وكده الفردي ماشي بتلعبي زوجي قصاد بعض حد يعني واحده قصاد لعيبه قصاد لعيبه أه بس برضو انا اعتقد ان انا عندي سولو بيبقى اصعب ايفنت يعني بيتلعب هو صعوبه السولو بترجع لان اللعيب بياخد فرصه واحده لكن بالنسبه للفردي والزوجي اللعيب ممكن يعوض ويرجع للماتش اكتر من مره لان 10 بونت بيلعبهم على ثلاث اشواط كل شوط 10 بونت في اللعب اللي هو الفردي والزوجي لكن في السولو بياخد المخاطره مره واحده وبيلعب ضد الزمن بزمن ثابت <applause> فلازم ضد يعني مع الزمن اللي هو المحدد له اللي هو الدقيقه في كل وضع لازم يجيب اعلى رقم من الضربات ممكن الكره تقع منه ما لحقش يعوضها ممكن اه ممكن آه، الكره تتقطع يعيد الوضع تاني يبقى تعب عليه في ناس بتبقى اشطر في الصولو من انها تلعب او اه في طبعا موهبه آه. بتبقى الموهبه اللعيب حابب انه يلعب الصولو بترجع يبقى الايد آه آه، ولا... انا عندي مثلا لاعب زي الناشئ اللي طالع ما شاء الله يعني فعلا ناشئ معجزه بالنسبه لنا جايب نفس رقم الكبار عمر ياسر جايب 569 عندنا هدى نبيل جايبه 503 كبنات عندنا منار دي اهم و... الارقام القياسيه اللي حققها منتخب آه مصر اه لا في البطوله دي اه البطولة منار البطولة دي. ما شاء الله 519 ما شاء الله إيه؟ في ارقام في دقيقه اربع دقائق اربع دقائق آه. فمجموع الاربع دقائق ده بيبقى صعب جدا على لاعب السولو ففرصته مره واحده لكن ال... 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 بقيه الالعاب فرصه يعني له فرصه اكبر من ان هو يرجع للماتش تاني يعني منار بقى ازاي استعديتوا للبطوله؟ طبعا اكيد الاستعدادات بتبقى مهمه جدا بالنسبه لاي لاعب سواء في كرة السرعه او في اي اي رياضه ثانيه، استعديتوا ازاي للبطوله وهل كان في صعوبات واجهتكم وانتوا جوه البطوله؟ اه اكيد احنا استعدينا قبليها بشهر كنا بنتمرن كتير قوي وبعديها كنا بنروح مع عملنا معسكر في نادي الزهور كنا بنتمرن فيه اعتقد كل يوم بتتمرنوا كل يوم مره؟ اه مظبوط؟ اه بس فقبل السفر كان في بقى اللي هو بقى اللي احنا كلنا كنا ما كانش حد عارف هيلعب ايفنت ايه وكده فكلنا كنا خايفين وبعد كده ما عرفنا بقى كل واحد بقى يركز في الايفنت اللي هو بيلعب فيه فاعتقد ان هم بتوع السولو كانوا مركزين يعني زياده قوي بس والحمد لله احنا كلنا قدرنا نجيب ارقام كويسه يعني طيب كويس جدا كابتن علي ايه ايه اهم الاستعدادات اللي هتعملوها ان شاء الله عشان البطوله اللي جايه في المنتخب هو احنا اللي جاي ان شاء الله عندنا بنستعد للبطوله العربيه للمنتخبات في النص الثاني من من يناير ان شاء الله احنا ادينا المنتخب لسه راجعين من فرنسا يعني ما بقالناش اسبوع فادينا المنتخب راحة بعد العيد وهنبدا في التجمع بعد كده في معسكر برضو مفتوح لحين البطوله وربنا سهل وربنا وفقنا فيها ان انت هتبقى بطوله المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي عامل فيها شغل كبير جدا وربنا يوفقه يعني ان شاء الله ويوفق اللعيبه كلها يعني بس بالمناسبه عايز اذكر حاجه كده ان انا عايز اشكر المجلس العسكري لانهم تدخلوا في اخر لحظه للاعب محمد عماد وعلي عادل اللي هم جابوا لنا ميداليه السولو هناك بفرق ضربتين عن اللعيب الفرنساوي احنا علي ما كانش مسافر ولا محمد بس في اخر لحظه يعني التدخل اللي حصل ده والحمد لله يعني جابوا لنا الموافقات بتاعتهم بسرعه بس اتمرنوا بسرعة. وكل حاجه اه طبعا كنا جاهزين بيهم يعني وعاملين الاحتياطي بس كان الاحتياطي صعب ان هو يجيب الميداليه بس الحمد لله يعني الحمد لله ان احنا رجعنا بيها يعني كانت ميداليه غاليه يعني بالنسبه لنا في يعني. اخر لحظه يا رب منار ايه اهم قواعد لعبه كره السرعه اهم قواعد كره السرعه في اللعب السولو واهم حاجه في ثلاث تلت... ليكي كور بس تلعبيهم لو كرة من... لو كورتين منهم اتقطعوا او ثلاثة يعني اتقطعوا خلاص اللي انت هت... هيتلغي ال... السكور بتاعك في... في اي بطوله مم. اه في اي بطوله فلازم تبقى حد... يعني مركزه ان الكرة ما تقطعش ثلاثة تلت... يعني تلت كور يتقطعوا منك لان ما مش هينفع تكملي وفي الزوجي بقى في اماكن محرمه اللي أنتي تخشي فيها ما ينفعش تلعبي في, في, المكان... في المكان المحرم ده آه... ما ينفعش تدخلي فيه وفي رباعيات بقى اللي فيه تنظيم لل مين يصد الاول قبل الثاني لكن هو ما ينفعش هي بالترتيب واحد يصد والثاني يصد ما ينفعش واحد دي لو جاله الكوره سهله يلعبها يعني دي دي زي التنس لا مش احنا مش, مش زي, زي التنس تنس. لا الترتيب تمام اتفضل في حاجه عايز وعن... لا هو هو بالنسبه لل... للسولو اه... احنا اساس اللعب اربع اوضاع مم. السولو ب... اللي هو اللاعب بيلعب لوحده على الجهاز اساس اللعب اربع اوضاع يمين شمال امامي خلفي الوضع الواحد دقيقه بالنسبه للكبار في راحه نص دقيقه بين الوضعين بجمع مجموع الاربع اوضاع للاعيب او للاعيبه وكل اللعيبه اللي بيتنافسوا على على اكبر عدد من الاجهزه بيتم ترتيبهم حسب الارقام اللي هم جابوها لكن بالنسبه للفردي الالعاب اللي هي الفردي ولاد فردي بنات فردي زوجي ولاد زوجي بنات ده عباره عن الماتش بيبقى مباراه ثلاث اشواط الشوط من 10 بونت اللي يكسب شوطين يفوز اذا كان 10 9 او ما فيش شوز ما عندناش شوز 9 9 او الكلام ده في بعض النقاط اللي بتتحسب على اللعيب اللعيب لو لعب ارسالين عاليين او ارسالين واطيين دي بتبقى نقطه في منطقه محرمه فاصله بين الملعبين 60 سم اللي يلمسها في الاثنين بتبقى نقطه اللعيب لازم يلعب الكوره بالمضرب كاملا في المضرب يلعب الكوره كامله في المضرب ما يجيش ناحيه السلك لو جه ناحيه السلك هتبقى نقطه لازم ترجع الكوره عكس عكس اتجاه الارسال يعني الارسال بيبقى كده اه الشمال لازم ترجع العكس لو ما رجعتش العكس تبقى نقطه مم. على ال... على اللي مم. عملها لو المضرب طار من ايديه لو المضرب اتكسر لو قطع الكره من السلك كل دي نقط بتتحسب على اللعيبه ده فردي وجماعي على فردي وزوجي وفردي فردي وزوجي, وزوجي ومخت... واللي هو المختلط وعندنا ايفنت اللي هو المختلط التتابع مه. كل ولد بياخد ولد وبنت اربعه اربعه بيتشكلوا من ولدين وبنتين كل كل واحد في الاربعه بياخد وضع من الاوضاع الاربعه اللي هي اليمين او الشمال او الامامي او الخلفي وبيتم برضه جمع المجموع الضربات بس احنا عندنا في التتابع كل لعيب بيلعب وضع واحد وهم دقيقتين زمن الوضع نص دقيقه مش دقيقه وهم دقيقتين فالاربع اوضاع بيتجمعوا في الدقيقتين مباشر يعني اه بعد منها بيتم حسب يعني احتساب العدد النقاط وترتيب الفرق يعني اوكي تعالى نشوف مع بعض صور البطوله اللي انتم كنتوا موجودين فيها في فرنسا هتكون موجوده معانا دلوقتي اول صوره هي على قولي بقى عليها دي مين اللي لابسه العلم انا انا دي آه. كنت بت يعني بات بستلم ميداليه ده المستشار حسين رئيس الاتحاد وعلى شمالها اللاعيبه الفرنساويه لوسي أه. وعلى يمينها اللاعيبه اليابانيه ايوه آية. دي صوره الفوز بقى دي خلاص في اخر البطوله آه خلاص دي صورة للبعثة كلها كنا في دي المطار اه استقبال البعثة ده عندنا الأستاذ محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي الرواد والأستاذ طه شرف وعندنا المستشار عمرو حسين وأنا قاعد اهوت وجنب ولادي أوه. وكان بصراحة حفل كانوا مسافرين معاك ولا اه كان لا. <تصفيق> لا لا <تصفيق> كانوا <تصفيق> استقبلونا هنا مراتي وولادي يعني كان استقبال بالمناسبه العيد وفوزنا بالبطوله وكابتن الله. احمد دي فوزي فرحه كبيره بقى اه اه مم. كابتن الفريق كابتن احمد فوزي مم. على 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 شمالي وكابتن احمد الامير دي, دي بقى صوره لايه؟ دي برضو صوره المطار. في استقبالنا في المطار ده بكاس المنتخب العالم. اه ده كله اه ده المنتخب مع بعضه كله آه جهاز فني واداري عند الجهاز <applause> الفني الدكتوره رضوى شرقاوي وكابتن احمد الامير وكابتن ايهاب وكابتن خالد مم. بطلتنا هي رؤى اللي فازت بالمركز الاول فردي انسات وكابتن نبيل وراها ومحمد عماد بطل التتابع واسلام بطل الرباعي <applause> قدامه مريم في رباع ناشئين ونهى بطله التتابع والاء نجاح ونورهان ابراهيم نورهان عبد السلام ومنار ابراهيم بقى هي اللي في اللي معانا اه بطلتنا اللي معانا دلوقتي يعني. وانا وراه <applause> وانا وراه دي بقى صوره ده اللي فازوا بس دول دول كده اللي هم بتوع الرواد والشرطه والظهور نادي الرواد هو المنتخب بالمناسبه متكون او قوامه أه. من تسع انديه اوكي اه الرواد والشرطه والظهور والجزيره ومدينه اللي كانوا موجودين اه تسع انديه طيب. شكل المنافسات جوه بطولة بقى فردي ولا جماعي انهي يعني اللي بتكون المنافسه فيها بتبقى اقوى هو كله صعب أه. بس الـ الـ يعني السولو هو بيبقى اصعب حاجه في البطوله بس كله صعب يعني انا اعتقد السنه دي بجد احنا كنا خايفين ان احنا نخسر ميداليه واحده لان السولو الولاد كانوا بيلعبوا لاخر وقت احنا ما كناش مركزين مع اللعب الفرنسي خالص كنا متوقعين ان احنا هنكسب في الاخر بن بنشوف السكورات وكده لقينا فارق ضربتين بالظبط خالص ده أه. عالي جدا يعني وما شاء الله هو مش صغير هو كبير فان هو يجيب رقم زي ده وبقاله كتير قوي بيلعب في اللعبه فدي حاجه كويسه وفي المختلط احنا برده كنا قاعدين على اعصابنا من في الماتش المختلط والتتابع على نفس الموضوع كنا قاعدين بنعدل الكل وكنا يعني فعلا كنا خايفين اول بطوله بجد انا بعد ما لعبت السولو قعدت اتفرج عليهم بجد كان حاجه صعبه قوي ربنا معاهم يعني يا رب